محمد سويلم من قرية نتب الكوم، أحد مواطنين القرية. فكان معايا ابن أخت الرئيس الزعيم الراحل محمد أنور السادات، كان اسمه أحمد عبد العزيز. فكان شبه كبير من الرئيس. كنا بنروح مدرسة الطخ ماشيين على رجلينا الصبح، ونيجي وقابل قعدت مع سيادة الرئيس واحنا طلبة أكتر من مرة، وكان بيحكي لنا عن حبه لمصر وحادثة دنشواي، وإن مصر لازم تبقى من في مقدمة الدول، بل إن كان في الناحية الدينية كمان. يعني فسر مرة في سورة سيدنا يوسف السبع بقرات عجاف والسبع بقرات سمان وسبع سنبلات وسبع سنبلات وعام يغاث الناس فيه ثم يعصرون. كان بيفسر في السنة دي، السنة دي ما لقيتش شيخ فسرها يؤدي رئيس السادات الله يرحمه. كان متواضع جدا، وكان حتى لما كان الناس كان عنده واحد شغال عنده في البيت الله يرحمه كان اسمه عبد الله جبرين، كان بيقول له عبد الله فصل لنا جلبيتين سوا، جلبيه ليك وجلبيه لي. قعدت معاه الله يرحمه وانا طالب صغير، لان كان والدي تابع الاتحاد الاشتراكي وهو كان بيجتمع بيهم، وكنت اروح مع والدي وكنت بسلم عليه في يوم كان يجي يوم الجمعه بيصلي في مسجد القريه الكبير اللي هو كان بنيه برضك، كان مساهم فيه. وكنت بس كان بيقف على باب الجامع واحنا كلنا بنسلم عليه واحد واحد. كان السكرتير بتاعه فوز عبد الحافظ الله يرحمه، كان بيقول يا فوزي خد طلبات القريه وحقق اللي انت تقدر يعني. كان بيهزر معانا كتير، وكان بيمشي بالليل الساعة واحدة بالليل وهو رئيس جمهورية بدون حراسة، يمشي في شوارع القرية ويقول بيت من دي بيت ده بيت الحاج محمود، ده بيت الحاج عبد الرحمن، هم أولاده فين وعاملين إيه، ويستفسر مع الراجل الحارس اللي ماشي معاه، الناس ماشية معاه في القرية. يعني إحنا طلبة كنا بنطلب منه إن يعمل لنا سكة حديد على القرية، لأن بلدنا ما عندهاش سكة حديد. فاجتمعنا بيه وقلنا له يا سيادة الرئيس احنا عايزين سكة حديد يعني عشان نروح بها مصالحنا وشغلنا وكليات والطلبة وبتاع. قال لنا يا أولاد احنا كنا بنركب الحمار الحديد. فقعدنا نفكر ايه الحمار الحديد ده، لأن كان بيركبوا زمان العجل. هو اللي عمل بيت الثقافة، وكان طالب الرسم كمان رسمة معينة يعني رسمة مميزة. سيادتك كنت ماشي يصوره، لأن احنا بابنا مؤجر دلوقتي. وهو اللي بإيراد كتاب البحث عن الذات وإيراد جائزة نوبل بنى حوالي 150 منزل في القرية، ما كملش لأنه استشهد قبل ما يتم بناء القرية.